هل يجوز للمرأة أن تكشف على عم أمها أو خال أمها؟ وهل يجوز لها أن تكشف على عم أبيها أو خال أبيها؟ أي هل يعدون هؤلاء الأشخاص من المحارم؟ هل يعدون هؤلاء الأشخاص من المحارم لها؟ فقد قيل لي إن المرأة هذه تعد من فروعهم وهم أصول، لذلك هم من المحارم، فهل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟ نعم، إذا كان لأبيك عم شقيق أو من الأب أو من الأم أو له خال كذلك، فإنه يكون من محارمك، لأن عم أبيك عم لك وخال أبيك خال لك، وكذلك عم أمك أي أخو أبيها من النسب سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، وكذلك خالها من النسب بأن يكون أخا أمها أي أخا يكون أخا جدتك، فإنه يكون عما لك أو خالا لك ويكون محرما لك. أما قولك إنهم أصول، فهم ليسوا أصول ولكنهم حواشي من الحواشي وليسوا من الأصول، وإنما هم أعمام لأصولك أو أخوال لأصولك، فالحكم واحد ويكون محارم لك كما قيل لك هذا. نعم.